شكرا لكم على البث هذا كلش حلو صراحة كلش تونست وياكم. بالنسبة للدكتورة صارت لها مشكلة ما قدرت تصعد وياي البيت، فان شاء الله على غير مرة حصعدها وياي وبسحبكم. طيب يهم اللي ما يعرفون نور ورا اقل من نص ساعة، يعني على الساعة 9 رح يفتح لكم بث، فخليكم جاهزين للبث مالتها وبس. والحب يا بعد غصب عني هالبخيل خدعني عشان لي حب لي gökyüzüne açacaklar ellerini kaçıncı söz gelişi söylenişin bana inan ben değilim seni böyle utandıran dönmelisin şeylerin mücadelesi bir tür militanlık gibi sonra ipi saldık gitti insanı şimdi